يعني اكو ناس يعني رئيس وزراء بيوم امس تحدث عن نور زهير وتهريبه الى نصف الاموال من سرقه القرن الى الخارج. يعني نور زهير يعمل الحاله بدون اي جهات مساعده. عندك وين رئيس الوزراء عند ذولا؟ رئيس وزراء شو يريد يسوي بهالمرحله هاي؟ هو حد الفساد المن صاير رئيس وزراء اذا شو يريد يسوي؟ المن صايرين وزراء اذا شو يريد يسوون؟ المن لازمين السلطه اذا شو يريد يسوون؟ اجيبوا واحد يقدر يسوي، احنا نريد واحد يسوي. استاذ محمد اجندات داخليه وخارجيه تتحكم بهذا الملف والملفات ما تقول كل دوله بالعالم الامريكان لا هذا مو عذر، يروج عندها اجندات خارجيه، سويسرا بس ناس حامين نفسهم من داخلهم. ماكو دوله بالعالم ما عليها اجند اكثر من روسيا اكثر من غيرها كلها اجندات. احنا والله لازم اجندات لازم نسكت خلي المصرف ايش يصير بيه خليه يصير. مو سعد محمد احنا بلد بمشاكل كبيره جدا، مشاكل سياسيه، مشاكل اقتصاديه، تحكم جهات خارجيه، صايرين صدى لاجندات خارجيه في من دول محيطه بالعراق، ومشاكلنا مشاكل متجذره، مشاكل معمقه.